الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا في عالم الناس الحلوة، والعنوان مثير. احنا ما زلنا في سلسلة اسمها سلسلة، هقول ايه، التويست. تويست في عالم السينما مفهوم، اللي هو فجأة اختلف مسار الحوار. قبل كده خدنا نموذج للتويست ده لحدوث مفاجأة، انه تقلست انت التبويض عندي كويس، البويضات عندي كويس، او تبويض عندي كويس وهو مش كويس. الكلمة دي كلمة كانت مثيرة جدا جدا جدا، لكن يبدو ان هذا هو باب وراه احتمالات وابواب كتيرة جدا. الباب، ارجع تاني اقول لكم، عنوان اللي موجود على الباب عنوان يعني وانت داخل كده انت شايف ايه؟ الكلام كان يبدو حلو، لكن جوه الكلام الحلو فوجئنا، تمت المفاجأة بانه فيه، لا في مفاجأة، في حاجة ورا الكلام. تعالوا نقرب أكتر، لأنه واضح من أن كلامي كله كمان غامض من الموضوع. العنوانه تويست، عنوانه مش كل حاجة تتقال في الأول تبان سيمبل. العلم الدقيق بين أن في تفاصيل أكثر عمقا وأكثر غموضا. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير اللي بيمتعنا جدا في عالم التأخر الإنجاب وعالم الحقن المجهري وعالم التعامل مع هذه الغاز المهمة جدا، الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك. أهلا بحاجة سورة أيمن. ما زلنا في سلسلة الغموض. فعلا. سلسلة التويست. سلسلة المفاجآت فعلا. تويست اند اللي هو مفاجأة. ايوه. الست قال لها انت التبويض عندك كويس وهو مش كويس. خلي بالكم يا جماعة، حاجة مختلفة. يبدو هذه حلقة كأن احنا في سلسلة حلقات. ده حقيقي. من المفاجآت. من المفاجآت ومن الواقعيات اللي احنا بنشوفها واحنا بنعالج حالات تأخر الإنجاب. ومفاجأة أخرى غير لطيفة تماما عندما تصارح الزوجة بالواقع اللي هي فيه. الواقع اللي هي فيه ابتدى من الحكاية بعد الزواج، وانتظرت الحمل ان هو يحصل، الحمل ما حصلش، توجهت الى احد العيادات، وخطوة اولى في هذه العيادة، الخطوة المشهورة جدا 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 للأسف يعني، وبتستخدم باستخدام سيء، اللي هو الاسم اللي احنا بنسميه في الطب اكتر من ماليوز. ماليوز استخدام خاطئ وسيء، اللي هو منشطات التبويض. وعدت مرحلة منشطات التبويض وتقال لها التبويض عندك كويس جدا، وبرضه ما حصلش حمل، انقطعت 3-4 شهور، راحت لمكان آخر، مشت في نفس السيناريو، منشطات للتبويض وتقال لها تبويض كويس وبرضه ما حصلش حمل، ومكان ثالث وجايز رابع وخامس، وفي الاخر قالت اروح الى مكان متخصص، وشرفنا احنا نشوف الحاله ديت. الحاله دي اللي هي راحت لاكثر من مكان وتقال لها التبويض كويس، للاسف كانت انه مفاجاه ان احنا بنقول لها على فكره التبويض مش كويس خالص. ازاي يا دكتور؟ ده انا رحت لكذا دكتور قبل كده والتبويض كويس. ايوه صح، التبويض كويس من ناحيه ايه؟ ان في عندك بويضه بتكبر. في عندك بويضه بتكبر، توصل للحجم المطلوب. بتوصل للحجم المطلوب. طب وبتخرج من المبيض؟ كمان بتخرج من المبيض. طب انت عاوز ايه يا دكتور اكتر من كده؟ انا في عندي بويضه والبويضه بتكبر وبتخرج من المبيض. كل ده صح، بس انا للاسف حضرتك مش بتكلم عن
ان البويضه بتكبر وبتخرج من المبيض. انا مش بتكلم عن حجم البويضه، انا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجوده في المبيض. انا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجوده في المبيض. انا بتكلم عن حاجه اسمها ايه يا ست الكل؟ انا بكلم الزوجه، بتكلم عن حاجه اسمها مخزون المبيض. كان في تملك بنعمل الموسيقى التصويريه، فاكر راحت فين دي؟ لا يعني كانت حاجه جباره، هنعملها تاني. يا ريت والله، الاوبشن ده والله بجد يعني نعمل ليه؟ لانه هنا دي موسيقى تصويريه تختلف عن اختنا اللي فاتت. طبعا ممكن الاثنين يكونوا داخلين طبعا، الاثنين قاعدين بره بيكلموا بعض بالظبط، والاثنين ستات، والاثنين اتقال لهم التبويض عندكم كويس. الاولانيه دخلت تقول لا التبويض عندك مش كويس، انت عندك تكيس مبيض، والثانيه دخلت صح. قلت لها لا التبويض عندك مش كويس، انت تمام. عندك مخزون المبيض في خطر. تمام، بس حضرتك ملاحظ حاجه، ان نبر صوتي في شرح الحاله المره دي اكثر حزنا، اكثر حزنا من المره اللي فاتت. طبعا ليه؟ لان ورد خضيت اكتر. طبعا ليه؟ لان دي بجد الزوجه دي على حافه الهويه فعلا. يعني الزوجه اللي قبل كده لا، دي مشكلتها بسيطه وعندها منه كتير، بالبلدي كده عندها منه كتير، لو البويضات يعني لو تكيس المبايض تمام، عندها منه كتير خالص فما فيش مشكله يعني. لكن اللي عندها نقص في مخزون المبيض لا، دي فرصها قليله في الحمل عموما، وحتى لو هنفكر في موضوع الحقن المجهري لا برضه فرصها في الحمل قليله. فاحنا النهارده جايين نتكلم عن الحالات دي، الحالات اللي هي عندها نقص مخزون المبيض واتفاجئت بالكلام ده اللي احنا بنقوله لها، انت عندك للاسف نقص مخزون المبيض، رغم اني قبل كده في اماكن اخرى اتقال لها لا ده انت عندك تبويض كويس. صناع السينما على فكره، انا عارف انت مش مهتم بالحكايه دي وما عندكش وقت ليها، بس انا بتابع. تمام. لاهميه مخزون المبيض عملوا فيلم لسه قريب جدا نازل بتاع الاستاذه نيلي كريم والاستاذ محمد ممدوح ولطفي لبيب، كان بيقول دكتور النساء، دول دكتور النساء الراجل العظيم ده. وكان الموضوع متعلق بمخزون المبيض، قال لها انت مخزون المبيض عندك فيه خطوره. تمام، ده هما كتبوه كويس. طب هايل والله. هايل جدا. اسمه انا بشتري راجل. تمام، هايل. كان عندها كم سنه في الفيلم؟ كانت قربت من الـ40. هايل. قال لها جمله الحته يعني. دي اتكتبت عشان تنمي ثقافه الناس على فكره، ده مهم جدا. طبعا. ممتازه جدا، بحيي الكاتب في الحته ديت يعني. ليه بقى؟ لان ده السؤال التاني اللي هو ايه يا دكتور ايمن، بس عندك ازاي كل أيوة. زوجه بتتفرج أيوة. علينا دلوقتي ما تقعش في الموقف ده. ازاي فعلا كل زوجه فعلا بتتفرج عليها دلوقتي؟ هنخرج بره المود الحزين ده. والله لا خرجنا الحته بتاعت الفيلم دي كانت موت حزين فعلا. فعلا فعلا فعلا. طيب الموقف الحزين احنا بنتكلم فيه ده، ازاي دلوقتي الزوجه بتتفرج علينا اللي عندها تاخر انجاب وبتتابع البرامج بتاعتنا، ازاي ما تقعش في الموقف ده؟ طبيعي عشان ما تقعش في الموقف ده هي الاول تشك. تمام، يعني هي عندها تاخر انجاب وراحت لمكان وتقال لها عندك التبويض كويس، طب هل التبويض كويس عندها ولا لا؟ طب لحد ما تجينا في مراكز رياضه الخصوبه برضو. هي ايه اللي ممكن تفكر فيه وساعتها يخليها تقلق؟ ده ممكن يكون هي في الموقف ده اللي هو موقف نقص مخزون المبيض. اول حاجه اللي حضرتك قلتها في الفيلم اللي هي ايه؟ السن، العمر. بالنسبه لنا العمر شيء مهم جدا 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 جدا. 35 سنة دي المحطة الأولى، المحطة الثانية 38 سنة، المحطة الثالثة 40، المحطة الرابعة 42. في محطة رابعة، دي المحطة الرابعة اللي هو إيه؟ المحطات انخفاض المخزون المبيض، عدد البويضات وجودة البويضات. 35 سنة، 38، 40، 42. السن ده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده يعتبر يعني سن كبير، يعني نقول عليها دي واحده كبيره في السن. لا 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 خالص خالص، ده شابه. طب تماما. في منهم اللي مهتم بنفسها، دي حاجه بتبقى أيوة جدا. يعني ما شاء الله حضرتك عندك خبره في الموضوع دوت، تقدر توصف يعني بتقرا كتير في الموضوع ده. بالظبط كده، زي يعني خبره حضرتك في القرايه. هو فعلا صح. هو فعلا صح. ال يعني عادي. بلوته صغير ويعني في قمه الجمال والانوثه.
لكن لا لا خالص، مخزون المبيض عندها في حتة وهي شكلها في حتة تانية خالص، مخزون المبيض عندها في الأرض وهي شكلها في السماء. تمام، أقصد أقول أني يا جماعة ما تنخدعوش بأن الأمور كويسة وأنا شكل صغير وأنا أعرف قريبتي اتجوزت عندها 43 سنة وحملت في تاني شهر. يا جماعة دي استثناءات، استثناءات. بعد سن ال 35 وال 38 وال 40 وال 42 بتقل فرص الحمل جدا جدا جدا. حتى يعني معلش سؤال ساذج بس لازم اسالهولك، لان في ناس بتربط الدوره المنتظمه بالحكايه دي. هايل جدا، هي الدوره معتمده عليها على بويضه واحده، بويضه واحده، بويضه واحده بتكبر وبتخرج من المبيض خلاص دوره بتنزل. لكن احنا عشان حمل يحصل محتاجين بويضات كتير كتير، يبقى لا علاقه ان الدوره بتحصل وان فرص الحمل عاليه، مش معنى ان في دوره بتنزل يبقى في فرص حمل عاليه. تماما 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 تمام. هاي طيب، فعشان كده اي واحده بتتفرج علينا فوق سن ال 35 يبقى لازم تقلق ان هي يكون عندها المشكله دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، اي واحده بتتفرج علينا وهي كانت عامله قبل كده عمليه في المبيض، للاسف يعني كان في كيس على المبيض وكان ممكن يتعالج بالادويه واتعمل لها عمليه، وللاسف كانت عمليه فتح بطن واستكشاف واستئصال الكيس ومعاه حته من المبيض وجايز المبيض كله، ما طبعا دي هيكون عندها نقص في مخزون المبيض. ده رقم اتنين. الحاله الثالثه اللي هو عندها اتقال لها ده انت عندك بطاقه رحم مهاجره على شكل حاجه اسمها كيس شوكولاتي موجود في المبيض. كيس شوكولاتي نفسه، الكيس نفسه اللي موجود في المبيض ده بيقلل من مخزون المبيض. رقم اربعة، سيدة يعني ربنا يشفيها جالها ورم خبيث واضطرت انها تاخد علاج كيميائي، العلاج الكيميائي ده بيأثر على مخزون المبيض، او علاج اشعاعي في منطقة الحوض، علاج كيميائي في اي حتة في الجسم بيأثر على مخزون المبيض، علاج اشعاعي في منطقة الحوض بيأثر على مخزون المبيض. يبقى احنا قلنا نماذج نفكر نفسنا بيهم كده، واحدة فوق سن ال 35، واحدة عملت عمليات قبل كده في المبيض، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، واحدة عندها ما يسمى بكيش شوكولاتي موجود في المبيض، يعني عندها حاجة اسمها بطانة رحم مهاجرة بس موجودة في المبيض، وهنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. رقم أربعة، واحدة خدت علاج كيميائي أو إشعاعي. رقم خمسة، رقم خمسة سهم كده يعني أقصد كده، ده احنا ننزله كده. إيه ده؟ ولا واحدة من أربعة دول. أجوبتك. ولا واحدة من أربعة دول، ولا عملت عمليات ولا كيس شوكولاتة ولا سنها ولا حد في العيلة ولا جينيتك يعني ولا أي حاجة، كله فل الفل، ولا تعرضت لأي علاج ولا خدت أي علاج، وكل عيلتها ما شاء الله ستات بيضات وبيجيبوا بالتوأم، لكن هي لوحدها عندها ما يسمى بنقص مخزون المبيض. المبايض عندها هي شخصيا، هي شخصيا دي ما يسمى ب انتحار جماعي في البويضات. البويضات عمالة تموت بتموت بتموت لوحدها. الله، يبقى معنى كده ان كل واحدة عندها تأخر حمل لازم تقلق ان يكون عندها نقص مخزون المبيض. طبعا لو كان السن زايد، لو كان خدت علاج كيميائي، لو عملت عمليات في المبيض، لو في بطاقة رحم مهاجرة، تبقى الاحتمالات اعلى واعلى. بس حتى لو ما فيش الاربعة اللي قلتهم دول، للأسف ممكن يكون برضو عندها نقص في مخزون المبيض. وجودك معنا شرف كبير لنا دائما. الشرف لي يا دكتور ايمن. القمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور هشام الشاعر، استاذ امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب، والمدير ورئيس والمؤسس ورئيس مجلس اداره مراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. لكن قصه النجاح اكيد ستكون مستمره، فخليكم على نفس الحلو.